الحرب الروسية الأوكرانية، واللي طبعا وقت الحملات الانتخابية والخطب الانتخابية أكد ترامب أنه هيقضي على كل الحروب، وأنه لو هو اللي كان موجود في الحكم ما كانش الحروب دي وصلت أصلا. لكن في تغير حدث في المشهد، والرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إرسال ألغام مضادة للأفراد لأوكرانيا في خطوة تصعيدية الحقيقة في مجرى الحرب. عايزة أعرف من حضرتك الأبعاد العسكرية والأبعاد الإنسانية لقرار زي ده، وهل الأسلحة دي ممكن تساهم في تغيير مجرى الحرب اللي تعتبر يعني على مدار بقى لها سنتين دلوقتي نقدر نقول عليها بقت شبه حرب الاستنزاف، يعني مستمرة طول الوقت؟ اتفضل. طيب، هو احنا بالنسبه للحرب زي ما حضرتك تفضلتي، الحرب بدات في 24 فبراير 2022، يعني احنا بنتكلم النهارده تقريبا في حوالي سنتين وثمانيه اشهر تقريبا صحيح. او 9 اشهر. وبالتالي هناك دخلنا بالفعل في مرحله اقرب ما تكون الى حرب الاستنزاف. ولكن ما يجب مراعاته ان هذه الاسلحه حصلت عليها اوكرانيا بالفعل منذ فتره ومنذ شهور، وتم تدريب الجنود الأوكران على هذه الأسلحة منذ فترات زمنية ممتدة. بعضها كان موجودا لدى الأوكران بشكل أوكرانيين بشكل مباشر، وبعضها كان متواجدا تم نشره في القواعد العسكرية التابعة لحلف الناتو في دول جوار أوكرانيا مثل بولندا على سبيل المثال، التي تشكل أكبر قاعدة عسكرية لحلف بها أكبر قواعد عسكرية لحلف الناتو في القارة الأوروبية. وبالتالي فكرة وجود هذه الأسلحة وتدريب الضباط والجنود الأوكرانيين على استخدامها قائمة. ولكن كان الضابط الرئيس أن الأسلحة الأمريكية والأوروبية وتحديدا البريطانية والفرنسية والإيطالية والتابعة لدول الناتو التي حصلت عليها أوكرانيا تكون فقط لاستخدامات دفاعية، بمعنى يتم استخدامها للدفاع عن الأراضي وصد أي هجوم تتعرض له الأراضي الأوكرانية من جانب روسيا الاتحادية. سماح بايدن باستخدام القاذفات اتاكامز باعتبارها من اهم، يتجاوز مداها 350 كيلو، وبالتالي يمكن ان تصل الى عمق معظم المدن الاستراتيجيه في روسيا الاتحاديه، لان اهم المدن الاستراتيجيه لروسيا توجد في غرب روسيا وليس في شرقها، وبالتالي قريبه جدا من الحدود الاوكرانيه وبالتالي يمكن استهدافها. ثم سماح بايدن ايضا باستخدام الالغام المضاده للافراد بهدف منع تقدم الجنود الروس ميدانيا على الارض، رغم ان الولايات المتحده نفسها يعني كانت تعد خطه منذ سنوات للقضاء على هذه الالغام باعتبارها شديده الخطوره ليس فقط على الافراد والجنود ولكن ايضا على البنيه التحتيه وعلى البيئه في الدول التي تستخدمها، وكان هناك نوع من انواع الحظر الدولي على استخدام مثل هذه الالغام. استخدام بايدن او قرار بايدن من شأنه أمرين، عدة أمور في غاية الأهمية. أحد التفسيرات التي طرحت أنه يلغم الأرض قبل أن يأتي ترامب، بحيث عندما يصل ترامب إلى الحكم يجد أمامه لغم كبير غير قادر على السيطرة وغير قادر على الاحتواء. ووجهة نظري أن هذا التفسير ليس هو التفسير الدقيق، ولكن ما يجب الأخذ به أو ما يجب مراعاته أن ما قام به بايدن هو تطبيق حرفي للسياسة الاستراتيجية الأمريكية في مواجهة الحروب العالمية. الولايات المتحدة دخلت حربين عالميتين، الحرب العالمية الأولى بدأت 1914 وانتهت 1918. الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الأولى سنة 1917، يعني بعد بدايتها بحوالي 3 سنوات. الحرب العالمية الثانية بدأت سنة 1939 وانتهت سنة 1945. الولايات المتحدة أعلنت دخول الحرب العالمية الثانية في ديسمبر 2041. يعني ايضا بعد مرور حوالي سنتين تقريبا او سنتين و3 اشهر على بدايه الحرب. استراتيجيه الولايات المتحده في التعاطي مع الحروب العالميه تقوم على التدمير الذاتي للقدرات واستنزاف مقدرات الدول الاطراف في حروب استنزاف طويله، حتى عندما تتدخل الولايات المتحده تدخلا مباشرا تكون هذه الاطراف غير قادره على الحسم والمواجهه امام الولايات المتحده والصمود امام قدراتها العسكريه التي لم تتاثر او لم تتعرض للاهتزاز، وبالتالي تحقق الولايات المتحده النجاح وتخرج باكبر مكاسب ممكنه من اي مواجهه عسكريه. حدث ذلك في الحرب العالميه الاولى، وما ان انتهت الحرب سنه 1918 حتى كان الرئيس الامريكي وودرو ويلسون
جاهزا بما نسميه المبادئ التأسيسية لبدء نظام عالمي جديد وبدء تنظيم دولي جديد. وضع أسس النظام العالمي الذي للولايات المتحدة دور مؤثر فيه بعد تدمير ألمانيا وإذلالها، وبدأ ووضع أسس التنظيم الدولي ممثلا في عصبة الأمم. لم تنضم الولايات المتحدة لعصبة الأمم لأن الانعزاليين أو أصحاب أمريكا أولا والتيار الانعزالي كانوا ما زالوا مؤثرين في الكونجرس الأمريكي في ذلك التوقيت. ولكن في الحرب العالمية الثانية عندما تدخلت الولايات المتحدة وكان يحكمها روزفلت في ذلك التوقيت، روزفلت كان من أنصار التدخل، الحروب التدخلية، وأنه لماذا إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك أقوى قدرات ممكنة لماذا لا تحكم العالم وتهيمن على مقدراته وتدير شؤونه وتصبح هي الدولة الأكبر والقطب الأهم في هذه المنظومة. النفس التوجهات هو ما يقوم به بايدن وسيبني عليه ترامب. لا يجب أن يؤخذ أن إذا كان هناك خلاف في التوجهات السياسية بين ترامب باعتباره جمهوري يميني متطرف وبين بايدن باعتباره ديمقراطي ويصنف على أنه من بين الحمائم، أن هناك تفاوتات استراتيجية في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة. في الأخير المستفيد الأكبر من كل ما يحدث في أوروبا الآن هو الولايات المتحدة الأمريكية. حتى لو تم تدمير دول أوروبا الشرقية بأسلحة نووية روسية، المستفيد الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية. لو تم استهداف دول أوروبا الغربية أيضا بسلاح نووي روسي، فإن الولايات المتحدة هي المستفيد، وهي المستفيد الأكبر خلال العامين ونصف الماضيين، سواء في تجارة النفط أو في تجارة السلاح أو في تجارة الغاز لدول الاتحاد الأوروبي كبديل عن الغاز الروسي والنفط الروسي. لذلك فكرة تلغيم الأرض حتى يأتي ترامب ويعجز ويفشل، لا أعتقد أن هذا هو التفسير الدقيق. التفسير الأدق من وجهة نظر الشخصية هو أن هناك استراتيجية أمريكية ثابتة ومحددة الأركان منذ أول تدخل للولايات المتحدة في صراعات خارج أراضيها سنة 1917 وحتى الآن، تقوم على استفزاز، خلي بال حضرتك من المصطلح، استفزاز كل الأطراف حتى تقوم بتوريطهم في مستنقعات حقيقية لتدمير ذاتي للقدرات واستنزاف ما لديهم من إمكانية وقدرة، ثم تدخل وتفرض هيمنتها وتضع الأجندة التي تحقق وتعظم مصالحها الاستراتيجية. فهذا هو الركن الأساسي. في المقابل روسيا ليست دولة ضعيفة، وروسيا أيضا يعني يمكن أن تستفز، لأن بوتين من الشخصية من ناحية علم النفس السياسي من الشخصيات القابلة للاستفزاز، لأنه يرى في نفسه أسطورة ويرى في نفسه قائدا وزعيما وملهما وغيرها من أوصاف يراها في نفسه، ولذلك من السهل جدا أن يستفز عندما يتم الضغط على ما يسمى بين قوسين بالكرامة السياسية، أنه لا، أن هناك نوع من أنواع الاعتداء وهناك استهداف لعمق الدولة الروسية التي يقوم ببنائها منذ 24 عاما وحتى الآن، ولذلك إذا وصل لمرحلة الاستفزاز لن تقف حدود عند الأسلحة التقليدية، سيقوم باستخدام الأسلحة النووية. وتم بالفعل إصدار بيان رسمي بتغيير العقيدة النووية الروسية التي كانت تنص أو تحظر عدم التفكير أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية مهما كانت الاعتبارات منذ 1991، الآن يتم نسف كل هذه المعتقدات. طب لما كان في تصريحات لزيلينسكي وهو بيأكد ان لو توقف الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية فحتما أوكرانيا هتخسر في هذه الحرب، هل نقدر نعم. نقول ان دي مسألة شهور لحين تولي ترامب مثلا الرئاسة بشكل مباشر، وده معناها انه اكيد مش هيدعم او مش هيستمر في الانفاق على حرب تجاوزت الألف يوم؟ لا، هو ترامب، انا برضو وجهة نظر شخصية، وفي الاخير هو يعني تحليل وليس معلومات. انا وجهة نظري الشخصية ان ترامب من مجرد وصوله سيقوم بوقف هذه الحرب، وان بوتين سيكون من اكثر المرحبين بوقف هذه الحرب. وفكرة وقف الحرب ليس معناها انتهاء الصراع، ولكنها في الاخير هذا صراع ممتد منذ 1992 منذ استقلال اوكرانيا، ومنذ وبدأ بوتين يستعيد زخم هذا الصراع الممتد مع أوكرانيا منذ 1999. يعني نتحدث في تقريبا 25 عام من 1999 عندما تولى بوتين
فترة استكمال ولاية ريا يلتسن لمدة عام، ثم منذ 2000 بعد أن فاز في الانتخابات وحتى الآن، وخاض حربا سنة 2014 احتل فيها شبه جزيرة القرم، وهو يرى أن إقليم الدونباس أرض روسية، وبحكم أن أغلبية السكان في هذا الإقليم أرض روسية. ترامب سيدخل في إطار أن هناك صداقة تربطه مع بوتين بشكل كبير، وأنه هناك نوع من أنواع الثقة المتبادلة بين الرجلين في كثير من الملفات وفي كثير من التوجهات والأفكار. وبالتالي بوتين أيضا بحكم أن أمد الحرب طال بالفعل، وتم استنزاف الكثير من القدرات، وأصبحت روسيا بالفعل تعاني حقيقيا بشكل كبير على مستوى العتاد العسكري، وتعاني على مستوى القدرات البشرية العسكرية، بدليل أنها الآن تقوم بالاعتماد على جنود من كوريا الشمالية في المواجهة، وفتحت الباب لتجنيس من يرغب في الجنسية الروسية، مقابل بعد أن حتى يتم إعداده وتدريبه وإشراكه في المواجهات، وتعتمد على ميليشيات مسلحة ومرتزقة من عدد من الدول الإفريقية. بالفعل روسيا تعاني، ولكن بوتين لا يقبل أن يخرج بشكل مهزوم مهزوم طبعا، بس هزيمة هو كبيرة. وافق بمفاوضات، يعني هو كان ليه تصريحات اعلن وهذا فيها هو انه المعيار. موافق. ما هو ده برضو يعتبر لا، ما نوع هو من شوف القبول بانه مش منتصر يعني. تماما، هو لن يخرج منتصرا. بوتين لو استمرت الحرب واستمر الدعم الامريكي لن يخرج منتصرا من هذه المواجهه، ايا كانت الاعتبارات وايا كانت امكانياته، رغم ان روسيا هي الدوله رقم اثنين عسكريا على مستوى العالم بعد الولايات المتحده. تقريبا عدد الاسلحه، عدد الرؤوس النوويه في العالم وفق احصاء مركز ستوكهولم اللي هو بيصدر تقرير سيبري الخاص بالقدرات العسكريه، في حوالي 12100 راس نووي. روسيا الاتحاديه تقريبا حوالي 5900، يعني 50% من الرؤوس النوويه في العالم عند روسيا لوحدها. وبالتالي روسيا قوه كبيره، ولكن في الاخير روسيا تعاني من اختلالات استراتيجيه كبرى، اهمها المكون البشري والقدره على النفس الطويل في الحروب الممتده. اخر حرب خاضتها بشكل كبير كانت الحرب العالميه الثانيه، وكان هناك 15 دوله، يعني كان الاتحاد السوفيتي وليس فقط روسيا الاتحادية وحدها. وبالتالي المخزون البشري كان ضخما، ويمكن أن تستمر وتجند الكثير من دول آسيا الوسطى، وخاصة من المسلمين كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وغيرها. ولكن الآن هناك تحدي حقيقي. زيارات بوتين للجمهوريات الإسلامية مثل الشيشان وتطرستان وغيرها كجمهوريات إسلامية، ليس من باب حب المسلمين والتقارب مع المسلمين والذهاب البعض إلى أنه يمكن أن يعلن إسلامه قريبا، لا، هذا نوع من التفسير السطحي، ولكن من باب أن مثل هذه الجمهوريات ذات كثافة سكانية عالية، وهو يحتاج الآن للمكون البشري. لذلك من وجهة نظري الحديث عن القبول بالتفاوض هو نوع من أنواع الاعتراف بعدم القدرة على الاستمرار. وبالتالي وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة سيوفر له مدخل حقيقي يحفظ ماء الوجه، ويخرج من هذه المواجهة بأقل الخسائر على الأقل حتى يستعيد الزخم. ولكن أيضا في هذه الحالة لو توقفت الحرب الآن ستنضم أوكرانيا مباشرة إلى حلف الناتو، وستنضم مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي، أيا كانت الخسائر السياسية، حتى لو كان هناك خسائر على مستوى الأرض وتنازلت أوكرانيا أو تفاوضت على سماح مؤقت وانتشار عسكري مؤقت أو منطقة عازلة في إقليم الدنباس تحت إشراف قوات أممية، كل هذه السيناريوهات واردة من المنظور العسكري. ولكن في الأخير بعد أن تتوقف المعارك ويصمت صوت البنادق، أعتقد أن الوجهة ستكون حسم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وحسم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. المعيار هنا هو المكاسب الفائدة التي ستعود على ترامب. على ترامب مكاسب هتعود عليه؟ نعم، ما هو السؤال هنا، ما هي المكاسب الحقيقية التي ستعود على ترامب في حال وقف هذه الحرب؟ وقف هذه الحرب ما هي بالضبط. غير توفير المساعدات وتوفير المليارات اللي بتنفق يا لا، زياد؟ هو اصل في جزئية اهم واخطر، ان مثل هذه الحروب هي يعني لو بيقولوا كده ايه، المحفز الاهم والاخطر لشركات السلاح في الولايات المتحدة حتى تعمل. يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وفرت 100 مليار دولار أو 120 مليار دولار، وقامت بتوفيرها وتقديمها كدعم عسكري ولوجستي واستخباراتي لأوكرانيا، فإن العائد على الشركات السلاح الأمريكية خلال العامين والنصف يتجاوز هذا الرقم بأضعافه.
لأن هناك أكبر 10 شركات تسليح في العالم شركات أمريكية، وتوسعت وتضخمت سواء لتوفير دعم عسكري كبير وتسليح في أستراليا أو في نيوزيلندا أو في اليابان أو في كوريا الجنوبية أو في ألمانيا الغربية، أو حتى في دعم القواعد العسكرية للناتو في دول أوروبا الشرقية. وبالتالي فكرة إن إيه الفايدة؟ طيب ترامب جاء مدفوعا من لوبيات شركات السلاح بشكل أساسي، ومن لوبيات شركات النفط بشكل آخر، وبالتالي ما هي المكاسب الاستراتيجية التي يمكن أن تتحقق في هذه الحالة؟ أحد المستهدفات هو وقف النزيف المالي الذي تقدمه إدارة بايدن للأوكران في هذه المواجهة. 2، التركيز في المرحلة القادمة على شعار رفعه في 2016 ورفعه في 2024، وهو فكرة أمريكا أولا، والانسحاب من كل الأزمات والملفات التي تستنزف قدرات أمريكية، وتوجيه هذه المصادر لصالح الداخل الأمريكي، وإعادة تشكيل بنية الاقتصاد الأمريكي بشكل مركزي. الأمر الآخر أن ترامب يرى أن تورط الولايات المتحدة حتى لو بشكل غير مباشر، هناك تقرير رسمي منشور في المجلس الأطلسي، وهو أحد أهم مراكز البحث في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، بيقول أن مخزون أن حرب أوكرانيا أثرت بشكل كارثي على نسبة مخزونات القذائف وغيرها من قطع وغيار وغيرها تصنع داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك أزمة حقيقية تتعرض لها الولايات المتحدة بغض النظر عن المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها. ولذلك رؤية ترامب القائمة على فكرة أمريكا أولا وتعزيز القدرات الاقتصادية وتعزيز القدرات العسكرية هي من وجهة نظره مكسب استراتيجي، بحيث لا يتدخل في أي مغامرات خارجية، لا يتورط في أي التزامات تخص أطراف أوروبية أو آسيوية حتى من حلفائه بما فيهم الهند. لذلك سيميل إلى التراجع في هذا الملف وحسمه، ويخرج على الأقل يؤمن دول أوروبا من مواجهة بوتين في المرحلة القادمة، لأن استخدام السلاح النووي لن يقف تأثيره على دول القارة الأوروبية فقط، ولكن ستمتد تأثيراته الاقتصادية والاستراتيجية على الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم أن الاتحاد الأوروبي هو أهم الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة. وبالتالي حالة عدم الاستقرار في دول أوروبا سواء الغربية أو الشرقية ستؤثر بدرجة كبيرة جدا على حجم التبادل التجاري والميزان التجاري بين الولايات المتحدة وهذه الدول. ممكن التصعيدات الأخيرة يا دكتور اللي بتحدث الآن والدعم الأمريكي اللي تم في الأيام القليلة الماضية ممكن يغير في شكل التحالفات مثلا الدولية؟ هل ممكن يغير من مسار مجرى التعامل مع الحرب اللي استمرت يعني زي ما حضرتك ذكرت يعني قرابة ال3 سنوات أهي؟ هو في احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا يا دعاء، وهي فكرة توازن القوة بين روسيا الاتحادية ودول أوروبا، لأن للأسف الشديد دول أوروبا منذ نهاية الحرب، وتحديدا دول أوروبا الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، وهي ألقت كل العبء وكل المسؤولية على الأمن والحماية على الولايات المتحدة الأمريكية. ومع تأسيس الولايات المتحدة لحلف الناتو وانضمام هذه الدول إلى الحلف سنة 1949، أصبح الحلف هو بمثابة المظلة الأمنية للدفاع عن هذه الدول. ولكن هذا الحلف في حد ذاته أصبح يواجه تحدي حقيقي في ظل وجود ترامب الذي لا يعترف بأهمية هذا الحلف، وليس لديه أي مانع من الانسحاب من هذا الحلف. فأصبحت فكرة التوازن العسكري أو التوازن الاستراتيجي بغض النظر عن إمكانيات بريطانيا وأنها دولة من الدول الأعضاء في النادي النووي، أو فرنسا وهي دولة أيضا من الدول الأعضاء في النادي النووي الذي يضم 9 دول بجانب روسيا والصين وكوريا الشمالية وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وغيرها وإسرائيل، فإن فرنسا وبريطانيا بقدراتهم النووية وقدراتهم التسليحية لا يمكنهم الوقوف بأي حال من الأحوال في هذه المرحلة في مواجهة القوى الروسية. الأمر الآخر إن ركيزة القوة الأوروبية بشكل مركزي هي ألمانيا. ألمانيا أيضا كانت تحت الحماية والوصاية الأمريكية حتى نهاية الحرب الباردة في منتصف التسعينات وفي 1991، وظلت أيضا تحت حماية الولايات المتحدة وغير مسموح لها بالتسليح
إلا بعد أن بدأت الحرب في الفعل في أوكرانيا 22، وبدأت هناك إعادة نظر في استراتيجية الأمن القومي الألمانية، وتم الإعلان على استثمار أو ضخ 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة في إعادة هيكلة الجيش الألماني. وهذا كان من الأمور المحظورة تماما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في ظل اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الثانية. نفس الأمر الآن، نفس السيناريو الذي مورس مع ألمانيا مورس مع اليابان، عندما سمحت الولايات المتحدة لليابان أيضا بإعادة النظر في استراتيجية الأمن القومي اليابانية، وبإعادة النظر في تسليح الجيش الياباني، وبإعادة النظر في عدد القواعد العسكرية الأمريكية وتسليحها والمناورات التي تقوم فيها. وبالتالي الدول الأوروبية شديدة الهشاشة إذا رفع عنها الغطاء الأمريكي في مواجهة روسيا للتحدي، وبالتالي ستضطر هذه الدول إذا انسحب ترامب أو هدد بالانسحاب أو بالتلويح بالانسحاب من منظومة الناتو أو من منظومة الأمن والحماية لدول أوروبا، ستضطر هذه الدول أن تقوم بالتفاوض مع بوتين على إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 24 من فبراير 2022. وفي هذه الحالة سيكون هناك إعادة تموضع للتحالفات الاستراتيجية. روسيا الاتحادية عندما قام بوتين بزيارة كوريا الشمالية في يونيو حزيران الماضي ووقع اتفاقية التعاون الاستراتيجي أو اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وتم تفعيل هذه الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الدوما أو مجلس الدوما الروسي عليها الأسبوع الماضي، وبدأ نشر قوات كوريا الشمالية في حدود المواجهة مع أوكرانيا، تعزز من حضورها. وهناك الآن حديث عن تحالف رباعي في مواجهة الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة. هذا التحالف الرباعي يشمل روسيا الاتحادية، الصين الشعبية، كوريا الشمالية، إيران. وبالتالي هذه الأطراف الأربعة لديها أيضا من الإمكانيات والقدرات البشرية والاقتصادية والعسكرية ما تستطيع أن تواجه به بدرجات ما مواجهة مباشرة مع حلف الناتو. ولكن هل الولايات المتحدة مستعدة الآن لخوض هذه المغامرة وبالتالي نستعيد ذاكرة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أن تستنزف قدرات هذه الأطراف ثم تدخل للقضاء على الجميع؟ أعتقد في ظل إدارة ترامب هذا السيناريو غير وارد في هذه المرحلة، لأن الأولوية له هي إعادة بناء الاقتصاد الأمريكي أولاً، اثنين ملف الهجرة ثانياً، ثلاثة إعادة بناء قدرات المؤسسة العسكرية. لأنه من وجهة نظر ترامب، رغم أن الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الأولى في العالم، فإنه من وجهة نظره أن الجيش الأمريكي وقدراته العسكرية وقدرته على الردع ترهلت بدرجة كبيرة، لدرجة أنه بدأ يفكر في إنشاء العديد من المجالس ذات الطابع الخاص التي تخضع لإشرافه مباشرة، حتى يقوم بإعادة الهيكلة الإدارية والبيروقراطية داخل المؤسسة العسكرية. دكتور عصام عبد الشافي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهاردة. الحقيقة كان مهم أننا نوضح برضو شكرا اللي حدث في المحكمة الجنائية الدولية وقرار الاعتقال اللي صدر في حق نتنياهو، وعرفنا برضو المستجدات والتفاصيل في الحرب الروسية الأوكرانية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عصام على شكرا جزيلا وجودك شكرا معانا في حلقة اليوم.